الحكم ما قدرش يمسح عليه غلطه. بيعرف يحجمك ازاي يعني استاذ معلم؟ الحكم معلم. لا وفي ملحوظه عايز اقولها غريبه جدا عشان بكاري جزاء. انا ضدك جدا. هو مش معلم. لا هو كان ناقص طلع لنا لسانه. لا والله لا, لا اللي حصل المره دي بقى بالذات. لا المره دي مختلف. لا انا بتكلم المره دي. المره دي بكاري جزاء في ملحوظه غريبه جدا. هو في مباراه الاهلي والترجي اللي كانت هنا كان مين حكم الفار؟ اللي هو بكاري جسامه. التضارب اللي كان واضح جدا في كل قرار ضربه جزاء قال له تعالى شوف ده كان يوضح لك قرارات بكاري جسامه كانت ايه بالظبط. على فكره انا زي ما بقول برضه انا مع الجمهور، احنا لا نبرر الخروج الافريقي، احنا في اخطاء عندنا وعلى فكره كان لازم ناخد بالاسباب ونعترض على بكاري جسامه قبل المباراه وانا مقتنع بده تماما، كان لازم نعمل كده، ولكن ده برضه مش مبرر ان احنا نسكت على الاخطاء، لازم نتحرك ضدها طبعا عشان لا العمليه واضح ان فيها تكرار.